عاش الملك اولا، ثانيا انا ولد الضابط الله يرحمه توفى 38 عام سيرفيس القوة المساعدة. هذا المنزل هذا عندنا الرخص ديالو، عندنا الوثائق القانونية، كل شيء قانوني. فيما يخص فاش قلتنا عطونا الرخصة، عندنا رخصة 93 وعندنا الرخصة نتاع 98، عندنا القوانين ديالنا كاملة، حتى حاجة ما يعني مخالفة للقانون. جاو هاد الناس حبسونا ما عرفناش السبب علاش. وعاش الملك، بغينا نشوفوا غير الحق ديالنا محقوق. الاب ديالي عنده يعني ضحى من اجل هذا الوطن، بغينا سيدنا الله ينصرو يشوف في هذا الملف هذا وياخذ لنا حقنا من حقوق الانسان. كنشير للموضوع بان احنا التجانا لجميع الادارات وجميع القوانين، والتجانا لجميع المساطر القانونيه، ما حتى واحد ما عطانا شي حق، حتى واحد ما قلنا اللي كنمشيو عنده كيقول لنا ما في يدي والو، حقنا يعطينا حقنا، لا يخليونا نبنيو يخليونا نبنيو، لا يخليونا نبيعو. دابا حنا رحنا وصلنا وعاش الملك، وكنطلبوا من سيدنا يشوف هذا الملف. راه الاب ديالي ضحى من اجل هذا الوطن 38 عام سيرفيس وخرج ريفورم وعنده شواهد طبيه ديالو وعنده وسام ملكي من سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه برحمه الله، وكنشوفوا يشوف من صالح هذا الملف الله يكثر خيره. وغندليو فيما يخص الوثائق، عندنا جميع الوثائق قانونيه وغندليو بها لسيدنا الله ينصرو، لاي مسؤول التجأ لنا غنعطيو جميع الوثائق دويد الله يرحمه وديال نتاع السكنه ان شاء الله. فيما يخص هذه نبقى هنا حتى ياخذ لي حق، حتى يجيني حق من الحقوق ديالي. معتصم انت كتشاهدوا هنا جبت المسائل ديالي قانونيه، جبت الاخر مش غادي نبقى هنا. انت كتشوفوا نرجع ممر الجميع سكينه، وخص يعلموا بان راه هنا كيجيو الناس كيديروا المخدرات هنا وكيجيو هنا يسكنوا. الا بغيت تلاحظ معايا تجي شو كيردوا لنا المسائل. كانت هنا شعلات العافيه مؤخرا، شكون اللي شعل لنا هنا العافيه ما عرفناش شكون بالضبط. كان عندنا المسكن ديالنا هنا، تحرقوا لنا شي مسائل ديالنا هنا، كانوا تحرقوا لنا وهاد السكنه طاحت علينا يعني بالغالي والنافس. درنا دخلنا لاخر طاحت ب 22 مليون باش طاحت علينا، وفي الاخر كيقولوا لنا هدموا. وفاش قال لك حقا فيما يخص الجماليه نتاع المدينه خصكم تهدموا، فاش هدمنا قال لك حبس كل اللي قال لك هدم، ما فهمناش. عطاونا التصريحات، عطاونا القوانين ديالنا، عندنا القوانين، عندنا الرخص، جوج رخص. فاش بدينا كنبنيو وجاو حبسونا ما فهمناش، حتى واحد ما عطانا شي حل. دابا كنلتجأ لسيدنا باش يعطيونا شي حل باش نشوفوا. انا معتصم هنا الى الابد. السينا دار الخطاب سيدنا الله ينصرو اللي كيشير بان الاداره ما قيمش بالواجب ديالها كاداره، وانا جيت باش ناخذ حقي بامر سيدنا الله ينصرو اللي هو عطاني الحق في هذا الحق هذا. وعاش الملك. انا الزوجه ديال المرحوم الله يرحمه، انا جيت كنطلب حقي. هذه 23 عام وانا مشردة، وانا في الكرا كنخلص 40000 ريال في الشهر، وانا مشردة ولادي مشردين، وانا كنطلب حقي. مشيت للعمالة 100000 مره، في كنمشي ما كيخليونيش، كيقولوا لي غير سير حتى سير حتى من بعد سير حتى من بعد، حتى حق ما بالي راني ضايع. وعاش الملك. نداء سيدنا، نداء سيدنا الله ينصرو، الله يجيبو على خير، الله يجيبو على خير، الله يزكي عمرو. انا كنصدر، انا كنصدر حقي عندي، انا كنصدر، انا ضايعه ضايعه ضايعه، انا ضايعه انا وولادي.